السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من مسلسل جنين. عفاكم اخوتي ما تنساوش تشتركوا عندنا في القناة، الأغلبية فيكم كيتفرجوا فينا ما مشتركيش. عفاكم اشتركوا، الله يرحم لكم الوالدين ويسهل عليكم يا ربي ويفرحكم ان شاء الله. المهم بالنسبة كتمنى تكونوا اشتركتوا. اما بالنسبة لفريدة اللي هي الام ديال جنين، فكنشوفوا بانه الكاش ديما مخلي معاه واحد الممرضة اللي ديما مقابلها وكتعطيها الدواء في الوقت. مع المدة اكتشفوا بان داك الدواء اللي كيعطيها فراه هو بالعاني كيعطيها واحد الدواء اللي ما يخليهاش في ديك الحالة اللي وصلت ليها، اللي ولات بحالة ميتة، يعني هي الروح اللي كتطلع تنزل فيها ومخها حابس، ولكن كيعطيها غير باش تنسى الماضي، تنسى اي حاجة كتفكرها بالمحيط ديالها، منهم والديها، منهم طريبية اللي كانت ولدات، وناد الكاش هو اللي حطو في لافيراي وهو جنين. هذيك الدري هو جنين، هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة اللي دار عليها المسلسل كامل. وكما كنشوفوا انه الكاش ملي بدات كتستوعب شكون هو الاب ديالها وعقلات عليه من التصويره وهذا، فهنا بدا كيخاف، ولكن يحاول انه ديما يخليها في ديك الفيلا ويخلي معاها الممرضه باش ما تشكلش عليه خطر كبير، حيت الا مشات حتى خرجات فرات هي احساس الام راه تقدر تحس به في اي لحظه، خصوصا انها دازت عليه واحد المده ويكسر غير الدواء الفانيد هذا، فما خاص يشوف حتى شي واحد باش مش تقدر تفكر حتى شي حاجه وتوقع ديما في ديك القوقعه اللي حطها فيها من النهار الاولاني. مازال كنشوفوا بانه الكاش عنده واحد الرباعه ديالو اللي قرابين منه، اللي منهم اللقاط اللي هو البرادروا ديال السيد اللي ديما كيمشي يحرش ملكه اللي هي المعلمه، كيقول لها انت اللي خاصك تكوني لامين ديال لافيراي وخاصك ضروري انت راه هادشي كبرتي في لافيراي، الاب ديالك كان هو لامين، ما نخليوهاش تمشي لعند الحاج الذهبي حيت الحاج الذهبي ما غاديش يقدر يساير العصر كيف ما انت، وديما كياكل لها راسها باش انها تولي هي لامينه ديال لافيراي. هما باغيين هادشي غير على قبل لي ترافيك باش انهم يديروا ما بغاو في لافيراي، حيت الحاج الذهبي ما غاديش يخلي انهم يديروا شي حاجه غير قانونيه. اما المعلمه واخا يقولوا عليها بانها راه فاهمه لافيراي كيفاش دايره وشاربه الحرفه، لا راه تيكبروها ليها، حيت الا مشاو حتى ولات هي لامينه ديال لافيراي راه غادي يديروا ما بغاو وغادي يدوخوها، ما غاتعرف حتى شي حاجه. اما الحاج الذهبي كيجيهم شي حاجه اللي قاصحه وصعيبه انهم ياكلوا ليها عقلو ويديروا شي حاجه اللي مشبوها، وهذا الشيء هو اللي مخلي جنين انه ديما بالو مرفوع كيخمم حيت خايف على الحاج، هادشي كامل كيديروا ماشي في مصلحته. اما بالنسبه للرابعه اللي هي الصحفيه اللي هي بنت المعلمه، فهذيك الصحفيه ديما بقات مرتبطه بديك القضيه ديال السيد عزيز اللي مات في وسط من لافيراي، باغا تعرف كيفاش، حيت القضية بالنسبة للبوليس وداكشي بقات مسدودة، تسدات ومبقاوش عارفين ردوه غير مات موتة عادية، ولكن هي عندها نوايا أخرين كتقول بأنه أيكون هادشي اللي طرا بفعل فاعل، وباقي كتقلب على شكون مول الفعلة. حنا كيما كنعرفو بلي اللقاط هو اللي قتل عزيز وخلاه مليوح في لافيراي، ولكن واش غادي تقدر تعرفوا ربيعة ولا لا؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في الحلقات الماجيه. اما بالنسبه لجنين فغنشوفوا بانه غيبقى قريب ديما من البنت الصغيره اللي هي بنت عتيقه اللي كتعاون خالها دريس في القهوه دائما، فغنشوفوا بانه القهوه غادي تزهر القضيه، غادي تولي الفلوس داخله خارجه، خصوصا انه كان كاين شي دبان وولادو ديما غير مليوحين في الدار مع غازين، ما كيبغيو حتى مامتهم يجمعوا من ينفقوا من الناس، فتا الرواج مشى ليه من القهوه حيت الصحه بدات كتقلال عنده. اما دابا كنشوفو بانه ملي جات عتيقه فالقهوه عاودت زهرات من جديد، ولات كتصاوب فيها ديما الماكله، الناس لافيراي ديما كيجيو ياكلو عندها، فديما غنشوفو جنين داخل خارج من ديك القهوه وديما كيدوي مع البنت الصغيره عجباتو كيتقرب منها، ماشي كيتقرب منها لا، ديما كيجيب ليها حليب هاك وجاكا هادي هذا. ومازال غنشوفو بانه عتيقه ملي غادي تشوف جنين ديما مهلي في البنيه ديالها الصغيره فبدا تدوي معاه غدا تشكرو هذا، فهنا غادي نشوف انه علاقه بيناتهم غادي تكون زوينه وديما غادي يجي يبدا يسول فيها يبدا يدوي معها، وهنا فيها تولي واحد العلاقه زوينه بيناتهم. غادي نشوف انه في الاخير بلي الحاج الذهبي ملي غادي يعرف بلي جنين كيرتاح لديك السيده وكيدوي معها ديما، فغادي يقول لي علاش لا ما طلبش يديها المعقول ودخل من الباب. الحقيقه اللي كتقلب عليها ربيعه اللي هي البنت ديال المعلمه فراه كاينه عند الشطابه الحمق ديال لافيراي كامله، ولا عارف شكون اللي قتل عزيز اللي هو اللقاط، وهذا الشيء هذا ما عرفو حتى شي واحد، وحتى من جنين ما دام جاب في الهضره اللي قال ليه،
ولكن راه مازال غادي يكتشفوا انه الشطابه راه هادشي كامل اللي كيدير راه لصالحه، حيت الا عرفوه باللي هو عرف شكون اللي قتل عزيز فراه ساهل باش انهم يصفوها ليه، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي ما يشك فيها حتى شي واحد في الافيراي هو يموت الحمق، حيت كلشي غيظن بانه انتحر ولا دار شي بلان وقتل راسو. اجاتهم ساهله، هما ما حلوش حتى في واحد بعقله، قال ما واحد مسطي وكلشي كيشهد فيه. بالنسبه للحلقه فاكتشفوا بانه علاش الحاج مخلي جنين قريب منه بزاف، واخا ماشي ولده ولكن مخليه قريب منه وكيتعاود معاه ومزيدو الحرفه، عارفه مزيان هو اللي كيعرف مزيان في لافيراي عكس ولده خالد، حيت بصح خالد رباتو الام ديالو رباتو وربات عليه كبده بزاف وبدات ديما كتحاول عليه وما مزيداش حتى ماله، باه كان باغي يخرج راجل ولكن امه بقات هي اللي كتقول ليه شنو اللي دير شنو اللي ما ديرش وكتوجد ليه اي حاجه بغى، حتى ولا مفشش ومني كبر ما بقاش كاع بغى يخدم، بغى يصرف الفلوس بغاها بارده، وهادشي هو اللي ما بغاش الحاج. داكشي علاش بقى قريب من جنين. هنا فين غادي نشوف انه جنين عنده مشكل واحد، هو راضي بهادشي اللي كتب عليه بانه الحاج رباه لقاه في لافيراي والزوجه ديال الحاج حتى هي رباتو وما قصرتش من جهدها معاه، ولكن جنين باقي عنده سؤال واحد باغي يتلاقى بمو، علاش مو سمحت فيه وعلاش لاحتو وشنو باغي يعرف القصه. فهنايا هادشي هو اللي كيخلي الحاج ديما مبرزط ومشوش، حيت كيقول في اي لحظه يقدر يمشي ليه جنين ويبقى بلاش، حيت هو بصح نيت معول عليه بزاف وهز عليه واحد الحمل اللي هو تقيل. اما بالنسبه لخالد ما داربش الحساب لهذا الشيء، اصلا كيتسنى غير يتباه يعقدهم وهو يتصرف الفلوس، وديما هو باغي دي بروجي وبا ما كيعطيش الفلوس يقول لي خاصك تعرف حقهم، وديما كيجي للدار معطل وشارب وما كيديهاش في مرتو، حيت مرتو اصلا ما كيبغيهاش غير مو اللي زوجاتو بيها. هنا باش تعرفوا لدرجة قداش هو ولد مو وقريبة ليه مو بزاف وقداش هي كتحاول تحميه، لدرجة باش يدير عقلو ويحاول انه يتبت ويرزن ويغلط يمشي شي نهار الحبس ولا يتاجر شي حاجة ولا هادي يلعب ليه شيطان بعقلو، على الأقل راه مزوج. ولكن واخا هكاك ديما هو مرتو ما فاهمينش، ديما مرتو غاضبة علاش، حيت عنده واحد الخلل عاطفي ما كيتهلاش فيها هاملها، وهادشي هذا كامل صابرة مع خالد. علاش؟ حيت الأم ديال ديك البنت اللي هي عواطف، الأم ديالها ديما كتاخد الفلوس باش تلعب بالعقل ديال بنتها وتعاود تصيفطها عاوتاني لعند خالد. فهادو غادي يكونوا من أهم الأحداث اللي غادي نعرفهم في الحلقة حتى في حلقة ماجين. تنساوش عفاكم كي قلت لكم ما تنساوش تشتركوا في القناة، الأغلبية فيكم اللي كيتفرج فينا ما مشتركش، والله يرحم لكم والدي لخوتي العزاز، والله يسر أمركم، نلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.